وقد تطرح نفسها في فترة من الفترات كبديل للجيش الوطني. أكمل نظام الفريق عمر البشير طريقه في غرس جذور حكمه عميقاً، وكان اقتصاد البلاد الهدف التالي بعد التغيير الجوهري الذي حصل على القوات المسلحة. وفي ظل ظروف الحصار الاقتصادي الذي ضرب على السودان منذ عام 1997، أصبح النظام نفسه بكافة تشكيلاته الأمنية بالإضافة إلى القوات المسلحة هو المتحكم الأساسي بكافة موارد الدولة الاقتصادية، وتحول بعد ذلك إلى المستثمر الأكبر في البلاد، طارداً كافة أشكال المنافسة من الداخل والخارج. لكن من اللافت أيضاً في هذه الحالة أن المؤسسة الأمنية والقوات الموازية للجيش كانت القوتين صاحبتين النفوذ الأكبر، ولم يكن للجيش حضور مماثل لهما. حقيقة دخول الجيش في الاقتصاد كما ذكرنا هناك كانت تجربة يعني صغيرة في بداية في أواخر عهد نميري. هنا في السودان ارتبط في بداية نظام الإنقاذ بأنه كانت هناك حرب الجنوب مشتعرة، النظام كان محاصر دوليا، فبالتالي نشأت فكرة إنشاء صناعات عسكرية. الغرض من هذه الصناعات كانت يعني توفير يعني المؤن الجيش القتالية، وبالفعل تم بمساعدات يعني عراقية وغيرها يعني إنه تأسيس هذه النواة. ولكن يعني التوسع من مجرد تصنيع عسكري إلى الدخول في مجالات التصنيع المدني. أنا أعتقد أنه منذ فترة من أيام مبارك، منذ فترة حكم الرئيس حسني مبارك، ظهرت هذه الظاهرة، ظاهرة أن تجعل من الجيش زبونا للسلطة القائمة لتضمن بقائك في السلطة. السودان مشي على نفس الخط في عهد الإسلاميين، وعندنا في السودان كمان أسوأ من مصر، لأنه أنا بسمي ما جرى في السودان في 30 سنة خلق دولة موازية للدولة الأصلية. هنالك دولة قديمة موروثة من المستعمر، هذه الدولة يشرف على الموارد فيها وعلى المال العام بنك السودان ووزارة المالية. خلقت دولة جديدة لا تخضع لسلطة بنك السودان ولا لسلطة وزارة المالية، وأصبحت كثير من الموارد يعني تستثمر وتنهب وتصدر بمعزل عن معرفة الدولة الأصلية وبمعرفة الرأي العام السوداني. هذا النموذج نموذج أن يتحول الجيش السوداني إلى إمبراطورية اقتصادية، أعتقد أنه دي صورة مستلفة من التجربة المصرية. في السودان ما موجودة المسألة دي. جهاز الأمن والمخابرات كان هو